اهلا ومرحبا بكم حبايبنا النهارده، يا رب تكونوا بخير انتوا واولادكم واحفادكم وكل حبايبكم. النهارده ان شاء الله هنعمل لكم بديفور ساده وديفور بالكاكاو ان شاء الله ما قدرنا. عندنا كيلو زبده، 400 جرام سكر بودر، اللهم صل على النبي، وكيلو دقيق و150 جرام، يعني على الكيلو دقيق بنزود 150 جرام كمان، والفانيليا وسبع بيضات. نقول مقاديرنا تاني بتاعت البيبي فور ان شاء الله: كيلو زبده، 400 جرام سكر بودر، سبع بيضات، فانيليا، كيلو دقيق، وكمان زياده عليه نزود عليه 150 جرام دقيق. دي مقاديرنا. لو احنا انا هعمل الكيلو، هعمل من دوت الساده والشوكولاته، لو انا هقسمه يبقى اشيل ال 150 جرام دول واحط بدلهم كاكاو. ماشي ان شاء الله. يعني اعجن العجينه بكيلو، تمام، واقسمها نصين، واجي ساعه ما اجي اعمل الكاكاو احط بدلهم ال 150 جرام. نبتدي نقول بسم الله الرحمن الرحيم: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ادي معانا السكر البودر اهو 400 جرام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احنا عايزين كل الفيديوهات توصلوها لمليون مشترك، وتوصلوا الفيديوهات لمئة مليون لايك. فعلوا الجرس عشان تشوفوا كل جديد من الفيديوهات بتاعت سمير. شجعوا تيتا سمير واشتركوا في القناة. هادي كده يا جماعة السكر بتاعنا والزبدة، هنضربهم كويس والفغفاغة دي هي اللي بترفع معانا العجينة، فما بنحطش بيكنج باودر. لكن لو الزبد مش هنعمل بزبدة يبقى هنعمل بسمنة، يبقى هنحط بيكنج باودر. بس الافضل ان اما البيديفور بتعمل بزبدة بيبقى احلى واحلى. انا هلم بس العجينة، مش هعجن، بص كأني بعمل كيكة بالظبط اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا مش هعجن، هلم العجينه بس. يا جماعه البيتفور بتاعنا اهو، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ابو الكاكاو اهو ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك. شايفين ما شاء الله الله اكبر نازل بسهوله ازاي وجميل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الشكل اللي انت عايزاه اهو، وعندنا برضو بالمكنه هنبقى نعمل بيه برضو ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شايفين دي المنظر الجميل الحلو ده؟ بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم صل على النبي. اهي يا جماعه ادي البني اهو، وادي كمان مننا من 100 فيديو. بصوا يا جماعه ادي كمان الابيض بتاعنا اهو، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا كده ان شاء الله هخلص الكميه وادخله الفرن واوريه لكم ان شاء الله. بس ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، واعملوا لايكات كتير لتيتا. خلوا الفيديو يوصل ل 100 مليون لايك، وعايزين مليون مشترك. ودي يا جماعه اول صاجات خرجت من الفرن، ادي البيتي فور بالكاكاو. وادي البيليفور الساده اهو ما شاء الله. شايفين التسويه بتاعته ما شاء الله جميله ازاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لسه بقيت الكميه في الفرن ان شاء الله، كده ما نخلص نوريه لكم ونشكله ونوريه لكم ان شاء الله الاخير. وادي يا جماعه شكل البيليفور بتاعنا، بسم الله ما شاء الله جميل جدا ما شاء الله، دايب دوب وجميل جدا ما شاء الله، وحلو قوي قوي قوي. يا رب طريقتي تعجبكم، وما تنسونيش في اللايك والشير، ويا رب اكون قدرت اوصل لكم المعلومه البسيطه السهله. وكل عام وانتم بخير.